القدس دح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤالكم إذا سؤاله ما لين لها فيسبوك سائل كان يحيون لي هاي مقع مالك عنق ما الله بحين كرا ما دام أي أصحابه ولبي حجرين. نعم مقع مالك والله بحين كرا إمام دار الهجر المالك من أنس بوها saxaabadan rag hal mid iyo ka badan oo maalik la yiraahdaa ku jiray nabigu calayhi salaam jooga haddii saxaabada maalik la dhihi jiray dhibna uusan ka jirin inay bannaan tahay baa laga garanayaa. Munaasabad horena waxaan ku soo sheegnay magaxyada saas oo kaleeta maalik iyo xakiim iyo kuwa lamidka cali iyo oo magacyo ilaahi subxaanahu watacaala asmaadiisana ka mid ah وإنه عزيز حكيم من لديه ضد كان الله بحين كرأو معناها لفظي إرعيق با مشترك هو وذاق معهنه بذل بمعنه حنبارسن يهي عدة ذات ذا لغم عابا يو بمعنه يضيع لنا يه وذلك النبي صحابي ديس حكيم من حزام با كمدها مالك نكواسو كانت كمدوانا قرآن كان والله وشيغي ملك مالك اللي يراه ذا ونادو يا مالكو ليقضي علينا ربك مركا اسماء الله خاص كو انو سنهين بدلك كغرتي وبالله توفيق غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران.